السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. إحنا حاليا فوق محور الأمل في مدخل العاصمة الإدارية الجديدة. إن شاء الله ناخد جولة سريعة كده في العاصمة الإدارية. إحنا بالتحديد فوق محور بن زايد الشمالي ده، إحنا كده تقاطع محور الأمل، محور الأمل اللي إحنا واقفين عليه ده، وده محور بن زايد الشمالي. على إيدنا الشمال هنا المنطقة الرياضية أو المدينة الرياضية، دي طبعا الصالة المغطاة زي ما انتم شايفينها كده، ودي منطقة الملاعب اللي هناك دي على ايدنا الشمال. معرفش الكاميرا جايباها ولا لأ، هنحاول نقرب منها شوية وناخد جولة حواليها كده إن شاء الله. على ايدنا اليسار هناك كده، على ايدنا الشمال هنا دي المنطقة الحي السكني R3، على ايدنا اليمين في المنطقة دي كده الحي السكني R2. ان شاء الله هنحاول ناخد جوله كده سريعه ونشوف اخر المستجدات. طبعا احنا اخر مره جينا هنا كان تقريبا اخر مره مصورين كان تقريبا من 14 يوم تقريبا كده او من اسبوعين. على ايدنا في الشمال زي ما قلنا دي المنطقه المدينه الرياضيه، دي الصاله المغطاه ان شاء الله اللي هيستضيف عليها كاس العالم لكره اليد 2021 اللي هتقام في مصر باذن الله. زي ما انتم شايفين كده المنطقه الرياضيه، منطقه ملاعب مفتوحه، والاستاد استاد العاصمه طبعا اللي هو هيبقى اكبر استاد في مصر خلف الصاله المغطاه. طبعا هنا زي ما قلنا قبل كده ان كل يوم هنا في العاصمه الاداريه في جديد، كل يوم في تطورات، كل يوم في عمل بيضاف او في لمسه بتضاف للعمل القائم. الايقون اللي ظهر هناك في الصوره ده الحي السكني R2، وهنا الحي السكني R3 قصاد بعض. طبعا في مولات طلعت هنا اهوت يعتبر تشطبت خلاص، وبدأوا في أعمال تشطيب بتاعتها من الداخل، وفي مولات لسه بادئين في تثبيت الخرسانات بتاعتها. ده بيونير بلازا، مول بيونير بلازا. ده أورال، ان شاء الله هنحاول ناخد جولة كده سريعة في الارض لان احنا ما صورناهاش عن قرب قبل كده. طبعا الطريق المحور الامل ده هيبقى كله مولات على اليمين وعلى الشمال، والمنطقة السكنية بتبقى خلف المولات على طول بالتحديد. يعني هنا ظهرت هنا عمارات الارض قدام مننا، هنا طبعا في مول بيراميدز اللي هو في المولات دي، ده مول بيراميدز تحت الانشاء. هنحاول نقرب منها برضو ونصور من جوه الارض. زي ما نركب قبل كده المحور اللي احنا ماشيين عليه ده محور اسمه محور الامل، خلفينا على طول في المدينه الرياضيه الحي السكني R2 والحي السكني R3. زي ما انتم شايفين كده بقى في مباني اهيت وفي مولات بدأت تتشطب خلاص. ده موقف خاص بالعمالة، طبعا النهارده الخميس في ناس كتير مسافرة. طبعا طبعا العاصمة فتحت مجال رزق لناس كتير خالص، يعني سواء مهندسين، مشرفين، صناعية، حدادين، بتوع محارة، بلاط، سيراميك.
يعني ربنا يرزق الجميع يعني، وربنا يرزق يعني شعب مصر كله ان شاء الله. احنا كده في الحي السكني ارطو، شايف المباني كلها عظام، طبعا عظام هتشطب من الخارج. متهيألي كده باقي شوية أعمال خاصة باللاندسكيب. ملاحظ يعني ان المسافات بين العمارات مش كبيره قوي يعني، ما اعرفش ليه يعني، يعني في مدينتي المسافه بين العماره والعماره كبيره، فيها لاندسكيب، فيها شغل كويس. هنا ما اعرفش ليه عاملين المسافات مش كبيره قوي، بس على العموم يعني هو في شغل كويس اتعمل في مده قصيره طبعا زي ما احنا عارفين. طبعا كان في ناس كتيره بتشكك في العاصمه، وفي ناس بتقول ده فنكوش وما فيش حاجه اسمها العاصمه وده بيلم فلوس الناس. لا، العاصمه اهي على ارض الواقع، احنا بنتكلم من ارض الواقع، ما اننا ناس مهندسين وشغالين في المقاولات، فاحنا بنوريكم الحاجه اللي احنا بنشوفها يعني. ان شاء الله هنروح برضو ناخد جوله في البي 3 علشان نشوف اخر تطورات. احنا صورنا هناك من اسبوعين بس ما كناش صورنا في البيتو.
كام العربية لحظة واحدة. دي مدرسة اهي، دي مدرسة انترناشونال موجودة في الحي R2 نيوكاسل انترناشونال سكول. منطقة B3 ونشوف أحدث وأجدد التطورات في المنطقة. احنا طبعا آخر مرة جينا هنا كان تقريبا من أسبوعين، آخر مرة صورنا فيها كان من أسبوعين، فاحنا طبعا كل يوم هنا في جديد وكل يوم بيبقى فيه شغل جديد إن شاء الله. فاحنا هنحاول ننزل كده معاكم ونشوف أحدث حاجة اتعملت وإيه الشغل الجديد، وهنصور لكم من على أرض الواقع إن شاء الله. طبعا منطقة R3 وصلت منها على طول حي المال والأعمال، البرج الأيقوني، منطقة حي المال والأعمال. طبعا اللي وصلنا دول 20 برج، يبقوا 20 برج، خمسة منهم سكنية والباقي يبقى إداري تجاري. دي منطقة R3 طبعا التشطيبات بتاعتها بره بصراحة محترمة جدا، والشغل هنا بصراحة ممتاز يعني، يعني من المناطق المحترمة منطقة R3. على ايدنا الشمال هنا ده محور الامل، محور الامل كله هيبقى مولات. طبعا بعد المدينه الرياضيه على طول هيبقى في منطقه مولات على الجانبين الطريق من ناحيه R3 والR2 زي ما انتم شايفين هنا اهو. زي ما قلت لكم كل يوم هنا في جديد وكل يوم في شغل وكل يوم في بصمه بتتحط وحاجه جديده بتتعمل يعني. كل العمارات هنا لها جراجات تحتها، كل عمارة تحت منها الجراج بتاعها الخاص بيها. طبعا لسه اللاندسكيب لسه ما اتعملش، لسه اللاندسكيب شغل اللاندسكيب لسه ما اتعملش. طبعا بعد ما يتعمل ان شاء الله هتظهر المنطقة وهتبان. في عمارات بدأ يركبوا شغل الالموتال بتاعها، بعد بيشطبوا يركبوا الالموتال بتاعها اهو. جاهزة خالص تطور وتشطب.
الاعمال والاعمال. ده البرج اللي هيكون اهو، هما وصلوا تقريبا للدور ال 42. طبعا حي المال والاعمال ده عباره عن 20 برج، 20 برج، 15 اداري تجاري، 5 سكن. ده البرج اللي هيكون اهو، 42 دور دلوقتي هو. طبعا هو ارتفاعه هيبقى 385 متر، هيبقى 72 دور، هيبقى فيه جزء فندقي وجزء تجاري وتجاري، هيبقى تجاري اداري وسكني البرج اللي هيكون. طبعا دي منطقة R3 وهنا منطقة R2. ده حي المال والأعمال، يعني المطلع نفادي اسمها حي المال والأعمال. زي ما قلنا 20 برج، هيبقوا 20 برج، معظمهم ناطحات سحاب. عندي البرج اللي هيكون اهو وصلوا دلوقتي للدور ال 42، هو المفروض هيبقى 72 دور، ارتفاعه 385 متر. عشان احنا المره اللي فاتت قلنا 400 متر، في ناس قالت لك لا ده 300، لا هو 385 متر بالظبط. انا عندي ال 20 برج اللي هنا دول خمس ابراج سكنيه و15 برج اداري تجاري فندقي، وهيبقى فيه مستشفيات. طبعا زي ما انتم شايفين كده، بس كل يوم بيبقى فيه جديد. الماسا كابيتال، العاصمة الإدارية. ده من الماسا كابيتال، العاصمة الإدارية. ده فندق الماسا في العاصمة الإدارية الجديدة.
كامله اللي هناك، ده الحي الحكومي وحي البنوك. ده كده فندق الماسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. هنصحكم النهاردة إن شاء الله في رحلة كده أو جولة في العاصمة الإدارية الجديدة في حي البنوك وحي الوزارات. إحنا على أيدينا الشمال هنا مدينة المعرفة أو مدينة الثقافة، عندنا دار النورة هنا على أيدينا الشمال. إحنا طبعا ماشيين على محور الماسة، في خلفنا فندق الماسة مباشرة، إيدنا اليسار هنا دار النورة المصرية. المنطقة اللي احنا ماشيين فيها دي كلها تبقى عبارة عن منطقة بنوك، بنك كل بنك سواء حكومي او خاص هيبقى له مبنى اداري. المبنى الاداري هنا يعني مثلا هنا ده مبنى بنك البنك القاهرة، ده بنك مبنى بنك القاهرة، هنا مبنى بنك مصر، طبعا انشاءات وحجم شغل كبير جدا. يعني في ناس مش متخيله العاصمه دي شكلها ايه او حجم الشغل فيها عامل ازاي. زي ما قلت لكم هناك كده المنطقه اللي هناك دي هيبقى فيها دار النورة ومدينه المعرفه والثقافه والفنون والصرف. اللي قدامنا ده بنك الاهلي الرئيسي، البنك الرئيسي للبنك الاهلي، المبنى الرئيسي للبنك الاهلي قدامنا على طول. ده كل دي منطقة بنوك زي ما انتوا شايفين كده، حجم انشاءات وحجم عمالة شغالة ومهندسين وفنيين كبير جدا. ده المبنى الرئيسي للبنك الاهلي، المقر الرئيسي للبنك الاهلي في العاصمة الادارية الجديدة. طبعا هيبقى هنا في حي البنوك، هنا هيبقى في دار اللي هيبقى فيه مكان للبورصة، هنا مكان للبورصة، وهيبقى فيه مكان لسكن العملة والبنك المركزي. يعني البنك المركزي هيبقى له مكان هنا، وهيبقى فيه مطبعة البنك المركزي موجودة هنا في العاصمة الإدارية اللي احنا ماشيين عليه ده، كله اسمه محور الماسة. ده كده اسمه شارع الرئاسي، ده شارع الرئاسي. دي كلها منطقة البنوك، حي البنوك. ده بنك التعمير والإسكان المقر الرئيسي. هنا طبعا ده مواقف للعمال والناس اللي بتروح وتيجي والناس اللي شقيانه زينا. اللي قدامنا بعيد ده ساحة الشعب، في منطقة ساحة الشعب هناك.
هنروح ان شاء الله وهنشوف كل حاجة بنفسنا. دي منطقة الجنوب، لعيدنا الشمال هنا دي منطقة الوزارات، اللي هناك دي منطقة الوزارات. طبعا ده في مول هنا خاص بشركة بيراميدز يعني، وزي ما انتم شايفين كده حجم العمالة اللي طالعة يعني واللي شغالة هنا في العاصمة، حجم كبير جدا، ناس كتير هنا شغالة. طبعا كل الشغل زي ما انتم شايفين كده بسواعد مصرية الحمد لله، والناس مصريين، وطبعا الصعايدة أجدع ناس موجودين هنا وأكثر ناس موجودين هنا، وفعلا اللي بنى مصر كان في الأصل صعيدي يعني. زي ما انتم شايفين الطرق لسه مش ممهدة، بس زي ما انتم عارفين كل حاجة هنا بتتم في لحظات يعني، كل حاجة هنا بتخلص على طول. هنقف لحد هنا طبعا لان الطريق وحش جدا تحت كده، مش هنقدر ننزل يعني. اللي قدامنا اللي هناك ده بنك سي اي بي، وهنا المصرف المتحد وبنك الاستثمار العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. ان شاء الله هناخدكم في جوله سريعه كده في حي الوزارات في العاصمه الاداريه الجديده. احنا الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده اسمه طريق شارع الرئاسه او طريق الرئاسه، متفرع من محور الماسة من عند فندق الماسة كده، على نصة الشارع في حي البنوك كده، ده حي البنوك. طبعا حي البنوك ده موجود فيه البنك المركزي والبنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهره وجميع البنوك. انا هنا معايا هنا ده مول خاص بشركة بيراميدز، وكمسان هنا ناقص على التشطيبات. بدانا ندخل هنا في حي الوزارات. حي الوزارات عشان تبقوا عارفين في كل الوزارات الخاصة بمصر يعني، المنطقة دي كلها هيبقى فيها كل البنوك، كل الوزارات الخاصة بمصر. عندي عدد 36 وزارة مبنية هنا ومجلس الشعب. وطبعا على ايدنا الشمال هناك كده زي ما انتم شايفين كده ده القصر الجمهوري، ده القصر الجمهوري يعني، يبقى عندنا القصر الجمهوري على ايدنا الشمال. على ايدنا اليمين حي الوزارات عباره عن 36 وزاره، حي الوزارات 36 وزاره يعتبروا منتهين بنسبه 95%، وكان المقرر ليها ان هي تتسلم في شهر 6 2020، بس طبعا نظرا لظروف ازمه كورونا اللي حصلت في العالم كله توقف العمل شويه، وبعد كده استكملوا الاعمال، والمقرر ان هي تسلم في شهر 6/2021 ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده المباني تعتبر خلصانه، ناقص بس شويه اعمال لاندسكيب واعمال تشطيبات خارجيه وداخليه بس يعني، تعتبر الشغل خلصان بنسبه 95%. انا عندي هنا حي وزاره يعني، دي مثلا الهيئه العامه لتنميه المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، عندي المنطقه دي، عندي هنا كده، دول 36 وزارة. انتوا شايفين كده الشغل يعتبر منتهي، بس باقي شوية تشطيبات خارجية كده والشغل يبقى ايه خلصان. عندي اللي على هناك ده اسمه البهو الفرعوني. البهو الفرعوني ده قدام القصر الرئاسي يعني، القصر الرئاسي اللي هناك ده كده منطقة القصر الرئاسي، هنروح برضو كده وهنشوف ان شاء الله. قدام منه البهو الفرعوني، وبعد منه ساحة الشعب، وبينتهي الطريق بممشى كده. الممشى ده بيوصل لمسجد مصر. مسجد مصر ده مبني على مساحة 68 فدان او 65 فدان تقريبا، وطبعا هو مبني على اعلى نقطة في العاصمة الادارية. دي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة قطاع الاعمال، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. طبعا انتوا شايفين كمية العمالة وكمية الناس اللي موجودة يعني، بسم الله ما شاء الله.
ربنا يزيد ويبارك. العاصمة طبعا فتحت باب رزق لناس كتير جدا، ناس كتير سواء مهندسين، فنيين، مشرفين، صناعية، جميع الأعمال يعني بسم الله ما شاء الله ناس كتير جدا. شايفين كل دي ناس شغالة هنا. احنا هنا وصلنا كده لمنطقة ساحة الشعب، وده مجلس الشعب في وشنا اهو. طبعا احنا جينا هنا من حوالي اسبوعين صورنا. طبعا كل يوم بنيجي هنا بيبقى فيه تغيير في الشكل، لازم يبقى فيه تغييرات حصلت يعني. زي ما انتم شايفين ناس كتيرة جدا شغالة في جميع المجالات، كل واحد شغال في تخصصه وكل واحد شغال، فطبيعي ان انت لما تيجي هنا كل يوم هتلاقي في حاجة جديدة حصلت. المنطقة دي كده ده اسمه البهو الفرعوني، المنطقة دي كده ده البهو الفرعوني، من البوابة دي كده يخش على القصر الجنوبي. وهنا ده اسم المنطقة دي اسمها ساحة الشعب. ساحة الشعب دي عبارة عن ممشى، هيبقى في ممشى هنا كده، في آثار فرعونية هتتحط على اليمين وعلى الشمال، وهيبقى في النهاية في الآخر خالص، مش عارف باين ولا لأ، اللي هناك في الآخر خالص ده، في الاخر خالص ده، ده اسمه مسجد مصر. مسجد مصر ده معمول على مساحه 68 فدان، على اعلى نقطه في العاصمه، اعلى ربوه في العاصمه الاداريه. هنا ده اسمه البهو الفرعوني زي ما قلت لكم، في الاخر اللي هناك ده في اخره ده القصر الجمهوري. ده مجلس الشعب اهو. نحاول نخش كده برضه نقرب شويه ونشوف الشغل ايه على الطبيعه كده. طبعا زي ما انتم شايفين مهندسين وناس شغاله. السلام عليكم. دي ساحة الشعب اهي، ساحة الشعب بين الوزارات وبين مجلس الشعب. مجلس الشعب اهو قدام مننا طبعا زي ما انتم شايفين كده، شغل لاندسكيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. ان شاء الله هناخد جولة كده سريعة ما بين مجلس الشعب او مبنى البرلمان ومسجد مصر. طبعا اللي على ايدينا اليمين ده الحي الحكومي وساحة الشعب. احنا قدام دلوقتي مبنى البرلمان، ده مبنى البرلمان الجديد. ده مبنى البرلمان الجديد. اللي عندنا اليمين اللي هناك ده هي الوزراء، رئاسة الوزراء. رئاسة مجلس الوزراء ده منطقة اسمها ساحة الشعب، جاية من بهو الفرعوني ظهرنا كده من عند القصر الرئاسي لحد ما تطلع على طول فوق في العالي هناك كده عند مسجد مصر. مسجد مصر ده اللي عايز يعرفه عبارة عن مساحته 68 فدان، ومبني على أعلى ربوة في العاصمة الإدارية الجديدة. ان شاء الله هنيجي برضو يعني خلال اسبوعين ثلاثة كده هنيجي وهنشوف ايه اللي اتغير في المكان.
تابعوا معانا اول باول، وان شاء الله يعني كل جديد هنصوره لكم ونحاول يعني كأنكم موجودين معانا في الموقع. ساحة الشعب اللي احنا ماشيين قصادها اسمها ساحة الشعب. ساحة الشعب بتنتهي هنا عند مسجد مصر اللي في الوش ده. ده مسجد مصر مساحته 68 فدان. هنحاول برضه نروح عنده كده ونصور من غرفة. ده مبنى البرلمان اهو. بس برلمان من جميع الاتجاهات. ده مبنى البرلمان. عندنا اليمين ده رئاسة مجلس الوزراء و36 وزارة. هو ده مسجد مصر. ساحة الشعب زي ما انتم شايفين كده، حدادين وناس شغالة اهو. ربنا يديهم الصحة. طبعا الجو حر والناس شغالة يعني. ده مجلس الشعب اهو قدام مننا اهو. ده مبنى البرلمان قدامنا اهو، ومسجد مصر احنا قربنا منه خالص. مسجد مصر ده هيبقى على اعلى ربوة في العاصمة الادارية، اعلى ربوة وعلى مساحة 68 فدان زي ما قلنا كده. صورة اوضح شوية لمجلس الشعب، مبنى البرلمان. احنا كده المنطقة اللي احنا واقفين فيها دي اسمها ساحة الشعب. ده مبنى البرلمان، وهنا في وشنا على طول القصور الرئاسية، وعلى ايدنا الشمال هنا مبنى رئاسة مجلس الوزراء وحي الوزراء، عبارة عن 36 وزارة. يعني كل مصالح مصر وكل حاجة هتبقى موجودة في المكان اللي احنا موجودين فيه ده. طبعا احنا لسه المكان ده هيتشطب يعني طبعا، واحنا ان شاء الله هنتابع معاكم
كل جديد، واول باول ان شاء الله هنصور لكم وهنعرفكم كانكم موجودين هنا بالظبط. طبعا لو عجبكم الفيديو يا ريت تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا في القناة عشان يصلك كل جديد خاص بالعاصمة الإدارية، المدن الجديدة، مدينتي، الإسكان الاجتماعي، أراضي الإسكان الاجتماعي. فإن شاء الله تشترك معانا في القناة ويصلك كل جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. إن شاء الله هناخد جولة كده سريعة ما بين مجلس الشعب أو مبنى البرلمان ومسجد مصر. طبعا اللي على أيدينا اليمين ده الحي الحكومي وساحة الشعب. إحنا قدام دلوقتي مبنى البرلمان، ده مبنى البرلمان الجديد. ده مبنى البرلمان الجديد. اللي عندنا اليمين اللي هناك ده حي الوزراء، رئاسة الوزراء. رئاسة مجلس الوزراء ده منطقة اسمها ساحة الشعب، جاية من بهو الفرعوني ظهرنا كده من عند القصر الرئاسي لحد ما تطلع على طول فوق في العالي هناك كده عند مسجد مصر. مسجد مصر ده اللي عايز يعرفه عبارة عن مساحته 68 فدان ومبني على أعلى ربوة في العاصمة الإدارية الجديدة. ان شاء الله هنيجي برضو يعني خلال اسبوعين ثلاثة كده هنيجي وهنشوف ايه اللي اتغير في المكان. تابعوا معانا اول باول وان شاء الله يعني كل جديد هنصور لكم ونحاول يعني كأنكم موجودين معانا في الموقع. ساحة الشعب اللي احنا ماشيين قصادها اسمها ساحة الشعب. ساحة الشعب بتنتهي هنا عند مسجد مصر اللي في الوش ده. ده مسجد مصر مساحته 68 فدان. هنحاول برضه نروح عنده كده نصور من القرب. ده مبنى البرلمان اهو. عشان صورناه من جميع الاتجاهات. ده مبنى البرلمان. عندنا اليمين ده رئاسة مجلس الوزراء و36 وزارة. هو ده مسجد مصر.